في عناوين النشرة: ماكرون في الرياض وعباس إبراهيم إلى باريس في مهمة استعادة الحريري. كتلة المستقبل تعترف ضمناً بأسر زعيمها. إن عودة رئيس الحكومة اللبناني ضرورة لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان. زاس بكين يعرب عن قلق المجتمع الدولي بمسألة الرئيس الحريري. المجتمع الدولي الآن يعرب عن قلق فيريد توضيح الأمور. وهاب تخطينا مرحلة الاستقالة بإرادته أو لا؟ بس يبلش أهلا وسهلا فيه، يعني شفناه باليمن، يعني ما فلق البعرة يعني. المشنوق من دار الفتوى: لسنا قطعان غنم. بلبنان الأمور بتصير بالانتخابات مش بالمبايعات. والراعي إلى الرياض سعياً للقاء الرئيس المحتجز. صباح الخير. بات مؤكداً وبالختم الأزرق أن دولة الرئيس سعد الحريري أمير خلف القصور المغلقة، رئيس حكومة منزوع البلاد، مبعد منهك مصادر الحرية التي لطالما تنشق هواءها في بيروته ومشى بين أزقتها وحواريها وشوارعها الواسعة والضيقة، وعاش سيداً على سراياه وبين ناسه الذين تقرب إليهم واعتدل معهم. وفي اليوم السادس على سعودية الحريري أفرجت كتلة المستقبل عن مخاوفها، فأطلقت عبر الرئيس فؤاد السنيورة معركة استعادة رئيس الحكومة اللبنانية الزعيم الوطني، حيث إن عودته ضرورة لاستعادة الاعتبار واحترام التوازن الداخلي والخارجي للبنان، وذلك في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية المتمثلة في الدستور واتفاقية الطائف والشرعتين العربية والدولية. وأكدت الكتلة وقوفها مع الحريري ووراء قيادته قلباً وقالباً. وعلى الرغم من توضيحات السنيورة التي أعقبت الاجتماع، فقد ظل للبيان قوة الاعتراض على حجز الحريري، وبحثاً عن الرئيس المعروف الإقامة المجهول باقي الحرية، فإن الجهود اللبنانية والدولية انطلقت لتقفي الأثر، حيث وصل إلى الرياض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة ربطت بالوساطة لتأمين خروج الحريري إلى باريس. أما محلياً فاندفعت محركات اللواء عباس إبراهيم نحو عمان للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشاهد هاتفي لكونه اتصل بالرئيس الحريري. ومن الأردن توجه إبراهيم إلى باريس في المهمة نفسها. ويسعى البطريرك الماروني بشار الراعي لاختراق الحظر ولقاء رئيس الحكومة في السعودية، إذ قالت معلومات الجديد أن الراعي طلب إذن مواجهة من السلطات السعودية الذين وعدوا بأن اللقاء ممكن جداً. وبالأمس وضع الراعي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في أجواء زيارته للمملكة التي سوف تستتبع بصلاة العودة لبطرك لبنان. أما على التحرك الرسمي فقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير اعتقاده بأن الحريري محتجز في السعودية، وأن لبنان يتجه إلى دعوة دول أجنبية وعربية للضغط على الرياض بهدف عودة الرئيس. وقال المصدر للوكالة الدولية نفسها إن السعودية تفرض قيوداً على تحركات الحريري، وإن المملكة أمرته بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة، غير أن السعودية وعبر وزير شؤون الخليج ثامر السبهان نفت احتجاز الحريري، واستشهدت بلقاءات عقدها رئيس الحكومة في الرياض مع سفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة. لكن إذا كان الحريري حراً فلماذا لا يرسلونه إلى بلاده وفيها يلتقي السفراء المعتمدين لدى لبنان وليس لدى السعودية؟ كيف يسمح للحريري بالاجتماع إلى سفراء أجانب وبتلقي اتصال من محمود عباس ولا يؤذن له بالتواصل مع رئيس الجمهورية لبت الاستقالة؟
هذه التساؤلات تعزز الحجز والحجر والإهانة لرئيس حكومة لبنان وشعب هذا البلد. لكننا وعلى حد تعبير وزير الداخلية نهاد المشنوق لسنا قطعان غنم، وليس لدينا نظام مبايعة. رؤساؤنا يأتون بالانتخاب والتشاور الملزم وليس بهبوط مظلة البهاء على اللبنانيين. وعلى حد توصيف وزير الخارجية جبران باسيل، نحن من اختار من يمثلنا ونحن من يقرر إزاحتهم أم لا. أما التهديدات بسحب الرعاية من لبنان فهي أصبحت فارغة من رعاياها، ولبنان برئاسته وشعبه وسراياه وتوحيد كلمته سوف يستعيد رئيسه والسماء زرقاء. قادما من الإمارات العربية المتحدة، وصل إلى المملكة العربية السعودية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وكان في استقباله على أرض المطار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أجرى معه محادثات عقب وصوله. جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية الفرنسية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث الرئيس ماكرون وولي العهد مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب. وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب الاجتماع أن أول محادثات مباشرة بين الرجلين ركزت على القضايا الإقليمية خاصة في اليمن ولبنان، وبحثا الوضع في لبنان في أعقاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. وأكد ماكرون الأهمية التي توليها بلاده لاستقرار وسيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه. كما عبر الرئيس الفرنسي عن استنكار بلاده لاستهداف القوات الحوثية مدينة الرياض بصاروخ باليستي، مؤكدا وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة. من برنامج العين بالعين، أكد الوزير السابق وئام وهاب وجود إجماع دولي وأوروبي وعربي على الاستقرار في لبنان، داعيا اللبنانيين إلى الحرص على استقرارنا وأمننا. هذا كله كلام بس يبلش أحلى وسهلة فيه. شو بنقول لك غير؟ بس يبلش أحلى وسهلة فيه. بس يبلش أحلى وسهلة فيه، يعني شفناه باليمن، يعني ما فلق البعرة، يعني شوي بشوي على الناس، يعني كمان حاجة يهددوا الناس وحاجة. هلق نحن أهم شيء حماية الوحدة الوطنية بلبنان. إذا ما إجا يومين بكرة الرئيس جايب سفر الدول الكبرى، جايب سفر الدول العربية، رح يبلغهم موقف حازم، عرفت كيف؟ رح يطالب بعتقد باسترداد الرئيس سعد الحريري إلى لبنان ومجيء الرئيس سعد الحريري للبنان، وبيبني على الشيء مقتضى. وخلونا ننطر تب شوي ولخير نضربه. النائب عقاب صقر هلا عم بيقولوا لي انه داعي الى طاوله حوار لبحث موضوع سلاح حزب الله. ما عندي تعليق. كمان ما بدك تعلق. انا هلا رح ادعي كمان، عندي دعوه لترامب بدي جيبه كمان، بدي ناقش موضوع السلاح النووي الامريكي كمان، يعني هذا موضوع ما فينا نكفي فيه. يعني سلاح بدي جيبه قابل للنقاش، بدي جيبه على الضيعه كمان على الضيعه. بس عندك انا ويا الموضوع مسحيته له، شو بدك فيهم؟ يعني سلاح حزب الله غير قابل للنقاش، غير رئيس الجمهوريه، مش انا، غير فخامه الرئيس. هذا موضوع له علاقه بالصراع بالشرق الاوسط، هيدي اللي عملت المشكله. اذا بدك هاي الجمله اللي عملت المشكله الكبيره، يعني شو بعمل؟ شو بنعمل؟ شو بنعمل يعني؟ لازم نذبح بعضنا نحن تيمشي الحال؟ بدناش نذبح بعضنا، اخذين قرار بدناش نختلف بلبنان، اخذين قرار بدناش ندفع ثمن الصراعات بلبنان، اخذين قرار باستقرار البلد، اخذين قرار بلدنا بحاجة نحرك له اقتصاده دورته الاقتصادية أكثر ما بحاجة نضلنا بهذا الجدل العقيم اللي ما قالوش طعم اللي له 12 سنة داير بالبلد واللي صار بقرفك. ومن البرنامج نفسه، لفت السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين إلى أن ما يجري في المملكة السعودية لا سيما فيما خص الرئيس سعد الحريري بات ملزما توضيحه للمجتمع الدولي وليس للمجتمع المحلي فقط. ما فيش لدينا معلومات هيك خاصة بهذا الموضوع.
أنه الصورة الضبابية اللي حدثت، لأنه نحن نسمع الأخبار من هنا وهناك، هناك عدد كبير من المصادر لدينا، ولكن المسألة الآن غير واضحة بالنسبة لأي طرف في العالم. فعلى هذا الأساس أن المجتمع الدولي الآن يعرب عن قلق، فيريد توضيح الأمور، والمسألة أهم من فقط الأشياء، هذه تفاصيل بسيطة، ولكن هذا يتعلق اجتماعنا برأي أنه هذا يتعلق بالأمور السيادية للدولة، فلذلك المسألة أصبحت أكبر بكثير من شيء شخصي أو من أي اعتبار واحد. هذا يجب يكون وضوح أمام المجتمع الدولي ككل، على أساس أنه التوازن الرابع هو لا يزال نفسه. فلذلك ما حدث الآن بهاي حالة ضبابية بالنسبة لرئيس الوزراء لا يؤثر على الاعتبارات الكبيرة للأطراف المعنية بما في ذلك إسرائيل. على هذا الأساس أنه من غير متوقع أن يحدث شيء، فلذلك نقول أنه الوضع ممسوك، فما فيش خوف بالنسبة لهذا الاحتمال، هذا التطور الخطير. فعلى هذا الأساس أنه أعتقد أنه ما فيش القدرات الكافية عند الآخرين لتأثير مجددا سلبيا على الأوضاع للانقلاب على ما يحصل الآن. عقب اجتماع مشترك، كتلة المستقبل النيابية والمكتب السياسي للتيار يعلنان التمسك بقيادة الرئيس سعد الحريري ومواكبته في كل ما يقرره تحت أي ظرف من الظروف. للمرة الأولى منذ مغادرة الرئيس سعد الحريري إلى الرياض، تعترف كتلة المستقبل ضمنا بأن زعيمها أصبح مقيدا، وأن عودته ضرورة لاستعادة الاعتبار والاحترام. موقف المستقبل جاء جامعا للكتلة النيابية والمكتب السياسي للتيار، والذي انعقد في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. إن عودة رئيس الحكومة اللبنانية الزعيم الوطني سعد الحريري رئيس تيار المستقبل ضرورة لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان، وذلك في إطار الاحترام الكامل للشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور واتفاق الطائف، والاحترام للشرعيتين العربية والدولية. وأكدت الكتلة والمكتب السياسي على الوقوف مع الرئيس سعد الحريري ووراء قيادته قلبا وقالبا، ومواكبته في كل ما يقرره تحت أي ظرف من الظروف. وتقرر إبقاء الاجتماعات بين الكتلة والمكتب مفتوحة لمواكبة التطورات وآخر المستجدات محليا ودوليا. وقد أوضح رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن البيان لم يكن تصعيدا بوجه السعودية، فهي كان وما يزال لها دور كبير في إنقاذ لبنان في كل المحطات الصعبة التي مر بها، ولها أياد بيضاء. وقال السنيورة: علاقة لبنان مع السعودية كانت وثيقة وستظل وثيقة، وسنعمل من أجل أن تبقى وثيقة لمصلحة كل اللبنانيين. أما بالنسبة للعلاقات الخارجية، أشار السنيورة من صيدا إلى أن هناك من يريد أخذ لبنان إلى محاور هي ضد مصلحته وضد مصلحة أبنائه، ويجب أن يعود لبنان إلى الموقع الوسط غير المنحاز، ولا يمكن أن يكون لبنان في موقع ضد أشقائه العرب. وأضاف: هناك من يقول أن عددا من الأنشطة العسكرية التي يقوم بها حزب الله في سوريا والعراق والبحرين والكويت واليمن وغيرها، والتي تعادي مصالح الأمة العربية ومصالح العرب، لذلك كان المقصود من بيان الكتلة تصويب البوصلة بشكل واضح وصريح حتى نستعيد التوازن الخارجي في علاقة لبنان مع العالم العربي ومع العالم. التوازن بهذا الشأن هو العودة إلى الشرعية العربية ونظام المصلحة العربية، فالمدى الحيوي للبنان واللبنانيين هو بعلاقتهم مع الدول العربية بدءا بالمملكة العربية السعودية.
في إطار المشاورات التي يجريها مع كافة الأفرقاء، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وجرى البحث في زيارة الراعي إلى السعودية. وأفادت مصادر بعبدة أن الجانبين اتفقا على التنسيق الدائم وأبلاغ رسائل لبنان أنه لا يحتمل حروب الآخرين على أرضه وصراع إيراني سعودي. وأكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض أن الراعي سيلتقي الرئيس سعد الحريري خلال الزيارة. نعم، على جدول أعمال الزيارة طلب صاحب الغطة لقاء دولة الرئيس الحريري في خلوة خاصة بخلال زيارته للسعودية، والسفارة السعودية أكدت حصول هذا اللقاء على الأرجح يوم الثلاثاء بعد إجراء اللقاءات الرسمية. نحن نتواصل مع المملكة من خلال سفاراتها في لبنان، يعني من خلال السيد الوزير وليد البخاري، الوزير المفوض. نعم. وليد البخاري. نعم. من خلاله. نعم. طلبتم موعدا للقاء الرئيس الحريري في المملكة. نعم نعم, نعم. تماما. نعم. لأنه نحن عم نستعد الزيارة مع سعادته. استكمل الرئيس ميشيل عون الجولة الرابعة من المشاورات مع القيادات والشخصيات السياسية والحزبية، وذلك للبحث في تبعات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج. فاستقبل رئيس الحكومة السابق تمام سلام الذي غاب في اليوم الأول عن المشاورات بداعي السفر وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح. واستقبل الرئيس عون أيضا السفير الفرنسي لدى لبنان وبحث في القضايا المتعلقة بالأزمة ونظرة فرنسا إلى الوضع الراهن. وشدد عون أمام وفود الهيئات الاقتصادية ونقباء المهن الحرة والاتحاد العمالي العام على ضرورة التنبه للشائعات المضرة بالاستقرار لتعزيز الوحدة الوطنية. والتقى وفدا من حماس موفدا من إسماعيل هنية ووفدا من قيادة الجيش دعاه إلى ترأس العرض العسكري لمناسبة الذكرى 74 للاستقلال. هل يكون دخول بهاء السياسة اللبنانية بقرار سعودي على حساب شقيقه سعد بعد الانقلاب عليه؟ شباط 2005، دم الرئيس رفيق الحريري أبو بهاء لا يزال في الأرض، وبهاء يهدد روع الحشود. يا أيها القوم، يا أيها القوم. لكن الابن الأصغر هو من ألبس جلباب أبيه. سرعان ما غاب بهاء الحريري عن المشهد ليحل أخوه الأصغر سعد زعيما على المستقبل. ومنذ ذلك الحين لم نسمع ببهاء الحريري إلا في عالم الأعمال، لا سيما عندما انفصل عن شركة سعود أوجي وعندما أنشأ السوليدار بنسخة أردنية. في عام 2016 عاد اسم بهاء الحريري إلى الساحة داعماً اللواء أشرف ريفي في الانتخابات البلدية في طرابلس، وللمرة الأولى منذ عام 2008 كان لافتاً استبدال بهاء صورته البروفايل على صفحته على فيسبوك بصورة رسمية مع علم لبنان في الخلفية، ووضع صورة والده كوفر للصفحة. في سبت الاستقالة أتى التوجه السعودي بإيقاف تحركات تيار المستقبل في المناطق دعماً لرئيس الحكومة. في الأحد الذي تلا الاستقالة زار القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري المفتي عبد اللطيف دريان، وبحسب معلومات الجديد فإن البخاري نقل إلى دريان قرار السعودية تبني بهاء الحريري. أما دور دار الإفتاء فيتركز على مسألتين، هما التمني على أي شخصية سنية عدم الترشح لرئاسة الحكومة وضبط تحركات الشارع السني. وفي هذا الإطار يأتي تعميم دائرة الأوقاف على أئمة المساجد عدم تناول مسألة الاستقالة في خطب الجمعة، إلا أن مطالب السعودية ليست أوامر، هذا ما تؤكده أوساط رئاسة الجمهورية وجناح من تيار المستقبل. وتقول المعلومات للجديد إن الطرح يقوم حاليا على التالي: لا لفرض رئيس حكومة بالمبايعة، وإذا كان من رئيس بديل فليسميه النواب، أو فلننتظر إلى ما بعد الانتخابات النيابية، فإذا حصلت وحصل بهاء الحريري على أكثرية نيابية يسميه مؤيدوه تلقائيا لرئاسة الحكومة. ومن هنا بدأت حركة اتصالات مضادة عبر دار الفتوى. هنا يعلق مناصرون لرئيس الحكومة صورا داعمة له.
وبين الحريريين لم يعد السؤال أين رئيس الحكومة اللبنانية، بل هل تعتقد السعودية أنها قادرة على اللعب بالداخل اللبناني كما يحلو لها؟ فتون رعد، قناة الجديد. تغريدة ممن اعتقد أنها مجهولة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة والإلكترونية، فأي امرأة وراءها؟ كما نجحنا في إرغام سعد الحريري على الاستقالة، سوف ننجح في إرغامه على تسليم القيادة إلى بهاء الحريري. تغريدة نشرت على موقع تويتر وأشعلت موقع تويتر أولاً والصحافة ثانياً، ليبدأ التساؤل عن مصدر هذا الكلام وصحته. للوهلة الأولى قد يخيل إلى البعض أن هذا الحساب وهمي، إلا أن بحثاً يسيراً يثبت العكس. فمن هي لينا بيطار؟ من هو مصدر معلوماتها؟ ومن أين كل هذه الثقة في كلامها؟ ولماذا تستخدم صفة نحن وكأنها أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية؟ لينا بيطار موظفة في جامعة الـAUST في الأشرفية، وتسكن في المبنى المجاور، تقطن في سانت جورج تاورز، أبراج أشهر من أن تعرف. فهنا هو مكتب اللواء أشرف ريفي ومنزله، وتحديداً في الطبقة 17. أما بيطار فتقطن على بعد طبقة واحدة منه في الطبقة 18. دكتور لينا بيطار هون، ما هيك؟ إيه، بس بتعرفي وين؟ لا، أنا قالوا لي بتشتغل بالـAUST. لا، ما هذه هي هون بيوتهم. وإن اكتفى بعض المهتمين بالكشف عن علاقة وثيقة بين ريفي وبيطار، ذهب بعضهم الآخر أبعد من ذلك، كاشفا عن زواج سري. الجديد اتصلت بكلا الطرفين للوقوف على تعليقهما، إلا أن التواصل تعذر. The person you're trying to reach is busy at this moment. Please try again. ومع أن بيطار غائبة عن السمع، إلا أن الخبر بلغها، فما كان عليها سوى إيقاف العمل بحساباتها على موقعي تويتر وفيسبوك، خطوة أتت متأخرة نظراً إلى كون الخبر قد انتشر والمصدر قد كشف. تصعيد تويتري لاقته مبايعة على أرض طرابلس، فرفع اللواء أشرف ريفي صوراً ولافتات للملك وولي العهد. وطنياً بات يقف ريفي وحيداً، خصوصاً بعد الإجماع السياسي والوطني حول موقع الرئاسة الثالثة، سعد الحريري أو لا أحد. فهل يفوز اللواء المتقاعد بالرهان وتتحقق نبوءة المغردة؟ ليال سعد، قناة الجديد. كيف سيتحرك لبنان الرسمي لطلب استرداد رئيس حكومته؟ تنفي مصادر القصر الجمهوري علمها بأي معلومات عن احتجاز الحريري في السعودية أو وضعه في الإقامة الجبرية. هي تقول للجديد أن لا معلومات رسمية في حوزتها بشأن هذه المسألة، وهي تصر على أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لن يقوم بأي خطوة قبل عودة الحريري إلى بيروت والاطلاع منه شخصياً على ظروف الاستقالة التي لم يقبلها عون بعد. في أول وآخر اتصال للحريري بعون بعد الاستقالة، كلمات معدودات قالها الحريري لعون بحسب هذه المصادر، مفادها أنه عائد إلى لبنان في غضون 3 أو 4 أيام، وعندئذ يخبر الرئيس عون بالتفاصيل. مرت أيام 5 والحريري لما يعد بعد. وفي هذا الإطار تقول مصادر قصر بعبدة لقناة الجديد إنه بعد مرحلة تحصين الوضع الداخلي الذي تجسد في التفاف القيادات الوطنية حول موقف الرئيس عون، بدأت مرحلة إيصال الصوت اللبناني الموحد إلى الخارج للمساعدة على حل الأزمة الناشئة من غياب رئيس الحكومة. عاملين أول شيء استشارات داخلية لرص الصفوف الداخلية، بعدين لحتى إذا كان لبنان بده يطلب مساعدة الدول الخارجية، يعني المجتمع الدولي لاستعادة الرئيس الحريري، بده يكون في بالقليل حد أدنى من التضامن الداخلي حول هالموضوع. بعتقد أول خطوة نجحت. اليوم صار كل الناس عم تتساءل شو مصير الرئيس الحريري، ليش ما عم بيطل بطريقة ما
فإذا هلأ الخطوة الجاية من بعد تحسين الوضع الداخلي هي أنك تطلب مساعدة الدول مجتمع الدول الأمم المتحدة مجموعة دعم أصدقاء لبنان يعني كل هالمحافل الدولية لحتى هي تساعدنا. ولكن ما الذي يضمن أن تكون مخاطبة المجتمع الدولي مجدية؟ المملكة السعودية هي مملكة مستقلة وسيدة نفسها يعني قراراتها هي بتاخده، ولكن نحن اللي فينا نعمله أنه بالقليل نخلق جو يطالب بتوضيحات بالقليل، هيدا اللي فينا نعمله. طبعا ما حدا فيه يجبرها، بس نحن فينا نعمل تكون القصة يعني بين إيدين المجتمع الدولي، تبطل القصة داخلية لبنانية. حتى الساعة سعد الحريري لا يزال رئيس حكومة لبنان وإن أعلن استقالته من الرياض، هذا ما يراه رئيس الجمهورية وهذا ما يجمع عليه اللبنانيون، وعلى هذا الأساس يستعد لبنان للمطالبة بسعده. دارين دعبوس، قناة الجديد. الحريري محتجز باعتراف رسمي، فهل ينجح لبنان فيما عجزت عنه فرنسا ويستعيد رئيس حكومته؟ قضي الأمر والهواجس باتت مؤكدة. الرئيس سعد الحريري محتجز في السعودية باعتراف لبناني رسمي، هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية، إذ قال إن لبنان يعتقد أن السعودية تحتجز الحريري. ليأتي تأكيد آخر من سياسي بارز مقرب إلى الحريري للوكالة عينها قوله أن السعودية أمرت الحريري بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية، ونقلت عن مصدر ثالث على علم بالوضع قوله إن السعودية تقيد حركته. أنا لا أستطيع أن أؤكد بأنه محتجز أم لا، ولكن حتما ما أستطيع أن أؤكده بأن الظروف التي تواكب تقديم هذه الاستقالة غير طبيعية على الإطلاق. التأكيدات التي نقلتها وكالة رويترز عن مسؤولين أتت لتفعل تحركا لبنانيا باتجاه المجتمعين العربي والدولي لاستعادة الرئيس سعد الحريري من السعودية. طبعا الدولة اللبنانية تستطيع من خلال استدعاء السفراء الأجانب إلى لبنان، وهذا ما يفعله رئيس الجمهورية، من خلال إرسال موفدين رئاسيين إلى رؤساء الدول العربية أو الأجنبية، من خلال إرسال وزير خارجية إلى هذه الدول، من واجباتها فعلا أن تفعل كل شيء من أجل استرداده، يعني ولو فلنعتبره مواطن لبناني محتجز أو مخطوف، أو فلنعتبره مواطن ليس رئيس حكومة. من واجبات الدولة كي تعلم إن كانت هذه الاستقالة استقالة جدية بمنتهى الإرادة والحرية، من واجباتها أن تقوم بكل ما يمكن من اتصالات أو من ضغوطات من أجل عودة الرئيس سعد الحريري. برأيك هل تستطيع استرداد الرئيس الحريري؟ لا أدري، في الحقيقة لا أدري. أعتقد بأن الرئيس ماكرون قد أرسل الرئيس ساركوزي إلى السعودية إلى المملكة بهذا الخصوص، ولا ويبدو بأن هذا الطلب لم يلبى من قبل المسؤولين السعوديين، ومن هنا لا أدري إن كان ما رفض لفرنسا سيعطى لغيرها. محتجزا كان أم قيد الإقامة الجبرية لا فرق، فالمؤكد أن الحريري غير قادر على العودة طوعا إلى لبنان، على أن تبدأ مشاورات يجريها رئيس الجمهورية ميشيل عون مع مجموعة الدعم للبنان وسفراء عرب، وقد تكون بداية لمساعي استعادة الحريري. نعيم برجاوي، قناة الجديد. الرياض تحضر رعاياها في لبنان، والرئيس الفرنسي يحمل الملف اللبناني في جعبته إلى الرياض. في مقابل عدم استجابة لبنان لمطالب السعودية، صعدت الرياض خطابها. وزارة الخارجية السعودية طلبت إلى رعاياها مغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة، ونصحتهم بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية. تزامنت هذه الإجراءات وتغريدة لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، قال فيها: كل الإجراءات المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشدد
حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي. الوضع المتأزم في لبنان واليمن سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السعودية مع الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال ماكرون إنه أجرى اتصالات غير رسمية بالرئيس سعد الحريري وإنه لم يتلقى طلبا لاستضافته في فرنسا. وقبل أن يحط في الرياض أطلق ماكرون سلسلة مواقف من إيران. من الواضح أن الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي على الرياض صاروخ إيراني، قال ماكرون مرجحا فرض عقوبات على طهران فيما يخص برنامجها للصواريخ الباليستية. السلطات السعودية من جهتها تستمر في حملة الاعتقالات ليصل العدد إلى 200 موقوف وموقوف. وأعلنت المملكة أن عمليات الاختلاس والفساد على مدار عقود تجاوزت 100 مليار دولار. وقالت مصادر مصرفية سعودية إن عدد الحسابات المصرفية التي جمدت بلغ أكثر من 1700. وكالة رويترز أوردت خبرا مفاده أن النفط يصعد بفعل عوامل من بينها شائعات بأن العاهل السعودي الملك سلمان سيتنازل عن العرش لولي العهد محمد بن سلمان. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هاذر نورت أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث إلى نظيره السعودي عادل الجبير بشأن الوضع في المملكة، حيث قادت حملة على الفساد أدت إلى احتجاز العشرات. وأضافت أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الرياض التقى يوم الأربعاء بسعد الحريري الذي استقال من رئاسة وزراء لبنان وهو في السعودية. ولدى سؤالها عن تقارير حول احتجاز الحريري في السعودية، رفضت نورت الإفصاح عن موقع عقد الاجتماع أو الإدلاء بالمزيد من التصريحات عن وضع الحريري، ووصفت المحادثات بأنها محادثات حساسة وخاصة ودبلوماسية. وقالت أن تيلرسون دعا في محادثاته مع الجبير الحكومة السعودية إلى القيام بأي ملاحقات قضائية بشأن الفساد بطريقة عادلة وشفافة. قال النائب العام السعودي سعود المعجب أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار. وأكد النائب العام السعودي أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية. وقال أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم. بعد الفاصل استبداد حزب الله. أهلا بكم من جديد. تابع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الاستماع إلى القيادات، ووزير الداخلية نهاد المشنوق يقول الأمور تجري بالانتخابات لا بالمبايعات. استأنف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مشاوراته مع الأقطاب السياسية على خلفية استقالة الرئيس سعد الحريري. وزير الداخلية نهاد المشنوق قام بزيارته الثانية إلى المفتي بعد بداية هذه الأزمة. طبيعة الأزمة يعني كله واضح عندكم في الزوم. أنا أكد على طبيعة الأزمة اللي عم تمر فيها البلد، وهي يعني أزمة وطنية كبرى تستوجب التشاور الدائم مع صاحب السماحة. أن شقيق الرئيس سعد الحريري بهاء هو مرشح لرئاسة الحكومة، يعني هذا دليل كلام بدل على جهل وتخلف بطبيعة لبنان وطبيعة السياسة في لبنان. مش دليل انه في حديث جدي حول الموضوع، زائد انه يعني نحن مش قطيع لنا ولا قطعه ارض بتنتقل ملكيتها من شخص لاخر. بلبنان الامور بتصير بالانتخابات مش بالمبايعات. هذه طبيعه لبنان مختلفه، واللي بيفكر بهالطريقة أو بيشتغل على هذا المنوال يعني أكيد ما بيعرف لبنان ولا بيعرف طبيعته ولا بيعرف أجواءه. ومن زوار دار الإفتاء الوزير طلال إرسلان الذي رفض أي حديث عن حكومة بديلة أو اعتبار الرئيس الحريري مستقيلا. وأكدنا على سماحته وأخذنا توجيهات سماحته وسمعنا رأيه في كل هذه المواضيع، ونحن نؤكد بأن لا يجوز على الإطلاق
بحث أي أمر، لأنه سمعنا كثير بالإعلام، البعض طالب بحكومة تكنوقراط، البعض طالب باجتماع بدار الفتوى لرؤساء الحكومات السابقين، البعض طالب ما بعرف شو. هذه مسائل جميع اللبنانيين معنيين فيها، وغياب الرئيس الحريري يعنينا جميعا كلبنانيين. أول الزوار كان العميد المتقاعد شامل روكوز الذي أكد على ضرورة هذه المشاورات. مرة أزمات كتير على لبنان، ولبنان تخطيها بصورة صحيحة، خاصة هلأ يمكن تكون هالأزمة مرحلة للتضامن الوطني أكثر. في كل الحال لا أرى تحركا سريعا قبل نهاية الشهر، ولكن لا يجب أن يبقى الفراغ في سدة رئاسة الحكومة. ومن الضنية حضر النائب قاسم عبد العزيز للتأكيد على الوقوف إلى جانب الرئيس الحريري في هذه المحنة. لقد أكدت لصاحب السماحة وقوف أبناء منطقة المنيا الضنية صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة. نقول للجميع أن تريثوا وأن كونوا على حذر من أي موقف ومن أي تصرف، لأن الوضع في لبنان لا يسمح. المشاورات تستكمل بالتوازي بين دار الإفتاء والقصر الجمهوري، في إشارة واضحة إلى تكاتف جميع الأقطاب للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بلبنان. الصحافة الأجنبية تسأل أين سعد الحريري؟ لعلها من المرات النادرة منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي يستولي فيها وطن 10452 كيلومترا على عناوين الصحافة العالمية. Saudi Arabia and the royal court and the line of succession and everything kind of turned into an action movie this weekend. It started off bizarrely with the prime minister of a whole different country resigning as prime minister of his country while he was in Saudi Arabia. The prime minister of Lebanon on Saturday announced he was stepping down as the Lebanese prime minister. And Lebanon is a whole separate country from Saudi Arabia. الخبر نفسه احتل أيضا عناوين الصحف المكتوبة، من الأزمة السعودية والتوقيفات إلى ربطها المباشر بقضية رئيس الحكومة اللبنانية، وصولا إلى حد اعتبار صحيفة The Atlantic أن الشرق الأوسط يقترب من الانفجار الكبير. أما الاندبندنت البريطانية فقد عنونت أن استقالة الحريري ليست كما تبدو. لم تغب الصحف الأمريكية والبريطانية والفرنسية عن الأزمة. هالانقلاب اللي صار بالمملكة العربية السعودية ما فينا نعتبره شغلة بسيطة ومش مهمة، وربط وجود سعد الحريري بالوقت ذاته يلي صار فيه توقيف الأمراء والمشايخ المهمين بالسعودية ما فيها ما تكون إلى رابط. الصحافة الفرنسية مثل الباقي ربطون ببعضهم. So I think part of the reason why the international press has taken such an interest in this is because they have been following the Saudi story for a very long time. They've shown an interest in how Saudis and Saudi's role in Yemen and Saudi's role in Syria and also with regards to Iran. So the fact that you've had a member of the royal family just pick up the head of state of another country and take him to Saudi Arabia and make him resign from that area has definitely put the press on alert. الاختلاف الأبرز بين الصحافة الأمريكية والفرنسية كان مصير الحريري، ففي حين عنونت نيويورك تايمز أين سعد الحريري لبنان يريد أن يعرف، ونقلت عن مصادر لبنانية رفيعة المستوى كلامها لرويترز عن أن الحريري تحت الإقامة الجبرية، لم تدخل الصحافة الفرنسية في مصير الحريري. الصحافة الفرنسية متحفظة اليوم لأنه الدولة الفرنسية عم تقوم بوساطة وما فيها تفوت بكلام بيجزم، حتى لو هي بركة مطلعة بعض الأمور، إلا تمت خربت الاتفاقات أو المحاولات اللي عم تعملها فرنسا ترتب الأمور. وبالنسبة لفرنسا لبنان بلد كتير مهم بالمنطقة، بركة أهم من غيره. موقف الصحافة الأمريكية تطور بمرور الأيام، ولعل الدعم الأمريكي للسعودية هو ما أعطى صحافتها حرية التكهن. What we saw at the beginning was, I think everyone was very shocked, including the international community, especially the press, about what had happened. So there was a lot of disbelief, and everyone went along with the official line that the Saudis were putting out. That I think as the days have dragged on, there are definitely more and more questions, and these are being asked by the press, much more so by the press than
publicly by the governments themselves. So you've seen headlines change, and actually, in fact, today what you saw was CNN putting out a strap talking about, you know, the case of the vanishing prime minister. بين الوساطة الفرنسية التي كبلت صحفها وعدم مبالاة أمريكية ترجمت حرية مطلقة للصحافة، يحول الإحراج اللبناني والخشية على مصير رئيس مجلس الوزراء دون بق البحصة. حسان الرفاعي، قناة الجديد. بعد سلسلة التهديدات التي أطلقتها السعودية، هل من حرب تتهدد لبنان؟ تم إبلاغه بأن هذه الأعمال تعتبر أعمال إعلان حرب. ترى رسالة من التصريحات المستفزة والتهديدات المبطنة والعلنية أحياناً أطلقها وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، فضلاً عن دعوة المملكة العربية السعودية رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية فوراً. هذه الأجواء وضعت اللبنانيين في حال ترقب وانتظار، فهل يقفون من حيث لا يدرون على ناصية حرب خليجية على لبنان؟ وسط خيارات عسكرية سعودية محدودة ضد حزب الله وتوازن ردع بينه وبين العدو الإسرائيلي، لا يرى المراقبون خيارات كبيرة لحرب عسكرية على لبنان. السعوديين والأمريكيين والإسرائيليين ينشئون تحالف قائم على توزيع الأدوار. الأمريكي يقوم بالتهويل وضغط اقتصادي ومالي وسياسي، في حين أن السعودية تنقل مناخات التوتر والفوضى إلى لبنان لتكون البيئة اللبنانية ضاغطة على حزب الله، وهذا الأمر يؤدي بحسبهم إلى تعزيز قدرة الإسرائيليين على المزيد من الجرأة ضد حزب الله، خاصة في الضربات في سوريا. فالسعودي إذن دوره الأساسي يحاول خلق بيئة توحي بالحرب لتكون ضاغطة على حزب الله، وهذا هو عنوان مرحلة ما بعد داعش. وفيما يبدو أن لا قدرة للسعودية على توجيه ضربة عسكرية إلى حزب الله في لبنان لما لذلك من تكلفة عسكرية وسياسية كبيرة وصعوبات تقنية، تتوجه الأنظار نحو الحدود الأردنية العراقية مع سوريا مع احتمال ضرب مواقع حزب الله، حيث لا معوقات لوجستية تمنع السعودية من تنفيذ ضربات جوية مباشرة. هذه الضربة ستعني أن السعودي أولا وضع نفسه في مواجهة مفتوحة مع الروسي من ناحية، لأنه هذا أيضا مجال للمصالح الروسية. اثنين، أنه دخل للمرة الأولى في صدام مباشر مع إيران ومع حزب الله. هو قرر خيار المواجهة المباشرة، بما يعني هو يشرع للآخرين أيضا استهدافه بطريقة مباشرة، وهذا أيضا السعودية هل قادرة أن تحتمله ولا لا؟ نحن نستطيع الوصول إلى أي نقطة نخطط أن نصل إليها، ولو إلى بعض الأماكن المنسية في الوجدان العربي وفي العقل العربي، على سبيل المثال ولو إلى جزيرتي طيران وصنافر العربيتين في البحر الأحمر. هو حصار اقتصادي وسياسي تستعد الساحة اللبنانية لمواجهته، والصمود في وجهه لن يدوم إلا بالمحافظة على مشهدية تماسك الداخل اللبناني. جوال الحجموسة، قناة الجديد. إلى أي مدى يستبد حزب الله في الداخل اللبناني؟ كلما حشرت صورة السيد حسن نصر الله في لافتة تنتقد الفاسدين أو تعمم فعل الفساد على أولياء السياسة، انتفض جمهور حزب الله رافضاً ضم السيد إلى جوقة المفسدين التي لم يرتبط بها حزب الله يوماً. وحتى رئيس حزب القوات نفسه وفي لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية أكد أنه لم يرى يوماً حزب الله يتورط بملفات فساد. فما مدى سطوة حزب الله على الداخل اللبناني؟ حصة هذا الحزب الوزارية لا تتخطى الوزيرين ومن دون أي حقائب سيادية، فحقائبه اقتصرت في حكومات متعاقبة على الصناعة والزراعة والشباب والرياضة أو وزراء الدولة. بدأ بيجوا كل اللبنانيين والعرب والمسلمين والمجتمع الدولي بيقولوا يا حزب الله انتوا ادارتكم منيحه وانتوا جماعه اوادم، تفضلوا بدنا نسلمكم هالحكومه بلبنان الدير والبلد. بقول لهم انا بعتذر، نحن بنعتذر، مش قادرين نحمل هالمسؤوليه. اما نواب الحزب الاحد عشر فقد وقفوا غير مره في وجه الفساد، لكن في الكثير من الوظائف الوهميه داخل الدوله، في الكثير من الافراد الذين يقبضون رواتب من الدولة اللبنانية وما بيروحوا على عملهم، حبيصير صفقات يعني على عينك يا تاجر. أنا بقول لبقية القوى السياسية اللبنانية خدوا راحتكم، اتفقوا على أي قانون انتخابات بدكم 60 70 80 120، بدكم نسبة
أسموا مثل ما بدكم. هذا الحزب نفسه معروف برفضه جوائز الترضية في التعيينات الدبلوماسية وبعدم تدخله في التشكيلات القضائية، تاركاً كرة العدل في ملعب الرئيس نبيه بري. أنا بقول شيء وهن بيقولوا شيء والعالم بيعرفوا مين معودين عليه يحكي صدق مين معودين عليه يحكي كذب. فما مدى سطوة حزب الله على الداخل اللبناني؟ لطالما أطلق على الضاحية الجنوبية لبيروت شعار المربع الأمني لحزب الله الذي لا يطاله أحد، ولكن في الواقع طالته يد الإرهاب مراراً، كما انتشرت القوى الأمنية في هذا المربع وأقامت حواجز ثابتة ومراكز تفتيش. هلأ أنتم صرتوا مؤتمنين في مكان ما أيضاً على اللون الأصفر وعلى راية الصفراء. إذن هل ينحصر نفوذ حزب الله في الداخل اللبناني بإحراز بطولة الدور من خلال نادي العهد التابع له، أم أن حزب الله عراب هذا العهد؟ ليالبو موسى، قناة الجديد. أعلن النائب حسن فضل الله بعد اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة أن الكتلة تدعم وتؤيد المنهجية التي يتبعها رئيس الجمهورية في مقاربة الاستقالة الملتبسة، ودعت الكتلة السعودية إلى أن تنأى بأزماتها عن لبنان. إن الكتلة تؤيد وتدعم المنهجية التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية في مقاربة الاستقالة الملتبسة، وتشدد على ضرورة حفظ الاستقرار السياسي والأمني والنقدي في البلاد. إن النظام السعودي الذي يعاني اليوم من أزمة داخلية حادة ومن إخفاقات خارجية كبرى مطالب بأن ينأى بأزماته عن لبنان، وأن يوقف تدخله في شؤونه الداخلية، كما هو مطالب بوقف عدوانه على دول المنطقة وشعوبها والكف عن التدخل في شؤونها وخياراتها. إن المتغيرات والوقائع الجديدة التي فرضها صمود سوريا والعراق واليمن تتطلب من الجميع مراجعة شاملة تسهم في اعتماد مقاربة أكثر وعياً في التعاطي مع التحولات المحيطة. إن التمسك بالأوهام البائسة والإصرار على المقاربات القديمة التي ثبت فشلها يؤديان حتما إلى هدر الوقت وتضييع الفرص. ملاك مهددة بفقدان نظرها والسبب 1000 دولار فقط. بنتي ملاك عمرها 8 سنين، من فترة ضربت عينها، وعلى أثر الحادث اللي صار معها صار بدها زرع عدسة. زرع العدسة بيكلف تقريبا شي 2000 دولار، وما بتنعمل إلا بالمشفى التخصصي للعيون أو بالجامعة الأمريكية. أنا من فترة روحت عيني بشيت كهرباء ولا ما بقدر شافية بالعين اليمين. أنا زعلانة لأني روحتها وهلأ لازم أعمل لها عملية. مفروض عمليتها تنعمل خلال شهر، وخلال هيدا الشهر أو أقل هيدا العملية إذا ما عملت حيصير في عندها كسل بالعين، وحيصير عندها كتير مشاكل بالنظر، ويمكن لا سمح الله أنه تفقد نظرها. يعني البنت يعني بعدها صغيرة، حرام أنه من أول عمرها تقضيها أنه تبطل تقشع بعينها. أنا لو بقدر أنه روح أتبرع لها أنا بعيني بصراحة بتبرع لها، ما عندي مشكلة. بتمنى من الجهات اللي قادرة أنه ساعد ما تأثر بهذه المسألة. أنا بدي أعمل عملية لعيني مشان أقدر أشعر فيها مثل باقي أولادي. بعد الفاصل البو كمال في حضن الشرعية السورية. أهلا بكم من جديد. الجيش السوري يعلن تحرير البو كمال وإسقاط مشروع داعش في المنطقة.
حرر الجيش السوري وحلفاؤه مدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي في أقصى شرقي سوريا، وهي آخر معاقل تنظيم داعش. هذا الإنجاز جرى بعدما التقت وحدات من الجيش السوري وحلفائها القوات العراقية عند الحدود المشتركة بعد تطهير المنطقة من فلول داعش المنهارة، وباشرت فرق الهندسة تمشيط الأحياء والشوارع لإزالة الألغام والعبوات الناسفة تمهيدا لإعادة السكان إلى المدينة. وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري في بيان تحرير مدينة البوكمال آخر المعاقل الأساسية لتنظيم داعش في سوريا قرب الحدود العراقية ورفع العلم السوري فيها. حررت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة مدينة البوكمال في ريف دير الزور آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الشرقية. وهنأ رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ الشعب بإنجاز الجيش السوري العظيم هذا، وكذلك هنأ الشعب العراقي بتحرير الحدود المشتركة بين البلدين وبتأمين طرق المواصلات بينهما، مؤكدا أن الجيش السوري في أوج قوته وانتصاراته المستمرة. واكتسب تحرير مدينة البوكمال أهمية كبيرة لكونه يمثل إعلانا لسقوط مشروع داعش في المنطقة عموما وانهيارا لأوهام رعاته وداعميه لتقسيمها، ويحكم السيطرة على مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية ويؤمن طرق المواصلات بين البلدين، كما يشكل هذا الإنجاز الاستراتيجي منطلقا للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها على امتداد مساحة الوطن. مصادر أمنية أشارت بدورها إلى أن انتهاء هذه المعارك سيفتح المجال أمام تحرير قوات كبيرة جدا من الجيش السوري وحلفائه من المنطقة الشرقية التي احتاجت إلى حشود كبيرة للتقدم على المحاور الواسعة، وتاليا إلى إمكانية نقل الآلاف من المقاتلين إلى جبهات أخرى. وكشفت هذه المصادر عن استعداد سوريا لمعركة مفاجئة في ريف حلب الجنوبي الغربي، إذ لم يكن من المتوقع حصول أي عملية عسكرية في تلك المنطقة نظرا إلى الاتفاق الروسي الإيراني التركي. وبالسيطرة على مدينة البوكمال يبقى تحت سيطرة تنظيم داعش الجيب الممتد من شمال البوكمال إلى الميادين مع المساحات الضيقة غرب الفرات وشرقه بخط طوله نحو 60 كيلومترا. والأخبار الفنية مع دارين شاهين. مرحبا. ما في أحلى من الفن تينسي اللبنانية همومون، وتحديدا بهالمرحلة. عن شو عم بحكي؟ تابعوا سوا هالريبورت. بفن الخبر، أجواء رومانسية بعيدا عن السياسة ومشكلة. والجسار جديدك، نحن مشتاقين نعرف عنك كل شيء، خبرنا حبيبتي. والله أنا موجود و عم نحضر لأعمال جديدة، في أغنية باللهجة البيضاء احتمال قريبا تكون بالأسواق، وإن شاء الله رح تكون مصورة. شو بتقول؟ بتقول خليها ببالك أنا عايش كرمالك. فهي من كلمات بس هالقد، خليها ببالك أنا عايش كرمالك. شو كمان؟ وربيت عدلالك. تقول خليها في بالك أنا عايش كرمالك وربيت عدلالك، يعجبني يا عمري تتحكم بأمري والجو يصفالك. شكرا شكرا، يسلم هالصوت. هيدي من كلمات أكيد يوسف عطية وألحان صلاح الكردي، وإن شاء الله تنال إعجاب الناس. نعم. Thank you لكم. ونحن أكيد بانتظار كمان نشوف الكليب لهالأغنية. عندك بعد فكرة ولا بعد ما في شيء؟ الله راد، يعني عم نفكر بهذا الموضوع، ولكن لحتى نزل صوتي على الأغنية أكيد رح نباشر تصوير بإذن الله. ومن وائل جسار إلى سليم عساف وجديده. في غنية بتنزل لازم بعد 3 أسابيع إن شاء الله، قبل ديسمبر، آخر نوفمبر، آخر شهر نحن فيه. رأس السنة حنكون بلبنان بحفلتين، واحدة بالمير أمين وواحدة تانية هلأ نعرف هالأسبوع. وتحضيرات، في تحضيرات لفنانين كتير هلأ بلشنا مثلا استوديو مع فارس كرم، مع محافظة الأبلة الكل، مع نادر أتات، مع في كتير والله أغاني هلأ بلشنا باستوديو فيها. وفي تحضيرات كمان حلوة مفاجأة مع ناس أول مرة بتعامل معهم، مع فنانين بحبهم كتير بنحكي عنهم قريباً الله. بدك تخبرنا عن أغنيتك؟
شوي شو بتقول؟ غنيتي مش شو بتقول بعدني بتعرفي عم نشتغل صراحة شوي على العنوان وعلى الكلام هذا الشيء بيعني لي كتير بضلني بغير فيه لآخر تكة بس ما رح تكون سلو ولا كتير أب بيت يعني ميديوم بيت الستايل اللي أنا هلأ هي رومانسية كيف ما تكون رح تطلع رومانسية هيدا كان كل شيء بالنسبة لفن الخبر باي وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صوما مرحبا بعد تغريدة الرئيس السابق ميشيل سليمان على تويتر يلي قال فيها حان وقت تحرير الدولة بعد تحرير الجنوب والجرود انهارت الانتقادات على الموقع من قبل الناشطين وعدد من الصحفيين والإعلاميين مثل رامز القاضي يلي كتب يا جماعة يلي ما عنده شي ضروري اليوم ما يعجق الطريق لأنه ميشيل سليمان نازل يحرر الدولة أما التغريدة يلي لفتت انتباه الكتار وتم تداولها على المواقع الإخبارية فكتبتها سمر أبو خليل وبتقول فيها الدولة تحررت فخامتك من 3.5 سنين طلب فيسبوك من جميع مستخدميه أنه يبعثوا للشركة صورهم العارية أو الحميمة يلي بعتينهم سابقاً لأي شخص وبخافوا شي يوم هالشخص يبتزهم أو يهددهم فيهم صرحت الشركة أنها عم بتقوم بهالخطوة بهدف محاربة الانتقام من خلال نشر الصور الغير عبر فيسبوك وأشارت أيضاً أنها طلبت من المستخدمين هالطلب الغريب بهدف تحويل هالصورة إلى صورة خاصة يمنع نشرها أو تعميمها بأي وقت من الأوقات بالمستقبل ولكن شافوا القيمين على الموقع أنه بعض مشاكل رح تبقى خارج نطاق فيسبوك والمواقع يلي من نفس الشركة مثل واتساب وإنستغرام وإلى نوع آخر من الأخبار مننتقل لأم فضحت ابنها عبر فيسبوك بسبب غرفته المكركبة ومش نظيفة الصور اللي نشرتها عبر صفحتها بتفرجي فيهم ابنها نايم على تخته وملابسه مكبوبين بالغرفة وعلقت عليها صبرني يا رب على أمل أنه يحس بالحرج ويرتبه لهون منكن وصلنا لنهاية ترندز يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم والبداية مع صحيفة الاتحاد المستقبل السعودية صدمتنا تدويل احتجاز الحريري وقلق من الحصار والاغتيالات بن سلمان يواجه الحائط وهزيمة داعش تنتظر إشعاراً أمريكياً آخر أما في صحيفة النهار مؤشرات المواجهة تتصاعد وتحرك دولي ماكرون يتوسط بين السعودية وإيران إطلاق 7 موقوفين بينهم الوليد الجبير حزب الله خطف النظام اللبناني نبحث في كل الخيارات للتعامل معه وفي عناوين صحيفة الأخبار الدولة والمستقبل وآل الحريري سعد أولا تهويل سعودي عدوان وانتفاضة شعبية وفي الأنوار الراعي يلتقي الحريري في الرياض وتيار المستقبل يطالب بعودة زعيمه السعودية والكويت تدعوان رعاياهما في لبنان إلى مغادرته فوراً. أما في عناوين صحيفة الديار دولة إسرائيل هل هي دولة سلام أم دولة حرب وإرهاب وضرب العرب؟ محور السعودية إسرائيل مصر على ضرب طهران وسحب سلاح حزب الله. ماذا عن السياسة الدفاعية وسلاح المقاومة وكيف يحفظ لبنان سيادته تجاه العدوان؟ وفي المستقبل تشاور في الرياض مع سفراء الدول الكبرى وماكرون يبحث في المملكة ملف لبنان المستقبل لسعد الأمر لك والأمم المتحدة الغوطة الشرقية تواجه كارثة كاملة وفي البناء بوتين يبحث وضع رئيس الحكومة مع ترامب بعد حسم أمر احتجازه في السعودية بن سلمان لماكرون الحريري بعد استقالته مواطن سعودي تحت المساءلة كتلة المستقبل تتخلى عن المكابرة وتناشد إعادة رئيسها حفاظاً على كرامتها وفي عناوين صحيفة اللواء الأزمة تتصاعد دول الخليج تجلي رعاياها من لبنان المستقبل تطالب بعودة الحريري وموقف لعون اليوم يسابق الاتصالات الدولية زيارة مفاجئة وخاطفة إلى الرياض لتحريك ملفات لبنان واليمن واحتواء التصعيد محمد بن سلمان ماكرون يبحثان الحد من الهيمنة الإيرانية وفي عناوين صحيفة البلد
تسليم لبناني باحتجاز الحريري، الشعب يتعاطف والمملكة تصعد، وصورة تجمع الرئيس عون بالبطريرك الراعي في قصر بعبدة. وفي الجمهورية، عون الحكومة ما زالت قائمة. وفي الحياة، قضايا الفساد 100 بليون دولار. عون لن يقبل استقالة الحريري قبل عودته إلى لبنان. السعودية والكويت تدعوان رعاهما إلى المغادرة. ماكرون للعمل مع الرياض من أجل استقرار المنطقة. واستعادة البوكمال تؤمن طريق بغداد دمشق. وفي الختام مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط، السعودية تعد بتصاعد الإجراءات حتى عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، خروج خليجي من لبنان وقلق أمني، وصفقة داعش مع النظام تبعده إلى مناطق سوريا الديمقراطية. وكان في النشرة ماكرون في الرياض وعباس إبراهيم إلى باريس في مهمة استعادة الحريري. كتلة المستقبل تعترف ضمناً بأسر زعيمها. إن عودة رئيس الحكومة اللبناني ضرورة لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان. زاس بكين يعرب عن قلق المجتمع الدولي بمسألة الرئيس الحريري. المجتمع الدولي الآن يعرب عن قلق فيريد توضيح الأمور. وهاب تخطينا مرحلة الاستقالة بإرادته أو لا؟ بس يبلش أهلا وسهلا فيه، يعني شفناه باليمن، يعني ما فلق البعرة يعني. المشنوق من دار الفتوى، لسنا قطعان غنم. بلبنان الأمور بتصير بالانتخابات مش بالمبايعات. والراعي إلى الرياض سعيا للقاء الرئيس المحتجز. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.